الشخصيات اللي بتتوقف أمام مقدسة البابا شخصيات نسائية تتوقف أمام قوتها وتأثيرها سواء في مصر أو في العالم. أتوقف أمام شخصية فيروز بفنها وأدائها واختيارها للكلمات والموسيقى، لأن بعتقد أن موسيقاها وأدائها وما قدمته أثر في ملايين من البشر. تحبين الأمور النفسية؟ شايف البحر شو كبير، أنا الحبيب وحبيبي لي، وهكذا يعني. وهكذا رائع. ماذا عن وضع المرأة؟ أعطيني الناي وغني، أعطيني الناي وغني. ترنيمة أغنية تدخل إلى أعماق الحياة، والحياة النسكية تعبر عن الحياة النسكية، الحياة التي يرى فيها الإنسان الله في الطبيعة، في النجوم، في السماء، في الرمل، في الهواء، في تكعيبة العنب، في سريات الذهب اللي هي العنب المدلل مثلا. دي أعطيني الناي وغني، يعني والغنى سر الوجود، حاجة جميلة خالص في المعاني دهيات والأشعار طبعا.